دعوة الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح. ولما نزلت الكويت لم تر عيناي مثل طارق السبيعي، راسخ في العلم، راسخ في العمل، ما رأيت في أولئك الأشياء أعلم منه وأرسخ في العلم. فقلت والله إنه يجب علينا أن نخبر بعض علمائنا بهذا الرجل الراسخ. فقلت إذا نزلت مكة أرى دينا علي أن أخبر الرجل الصالح ربيع بن هادي عن طارق السبيعي. فضحك بعض المشايخ وقالوا قبل كذا وكذا سنة، قال الشيخ ربيع، نزل طارق السبيعي مكة فامتلأ، ثم نزل الكويت. فاستحضرت الآن ملي كلمة الشيخ ربيع في أستاذنا وشيخنا وأستاذ الجميع في الكويت طارق السبيعي، وقلت لهم أرى من الفرض عليكم أن تعلنوا علم هذا الرجل وأن ترفعوا ذكره. فوالله إن مثله في دنيا الناس أقل من الذهب الخالص. ولذلك أتيت بمواده العلمية التي لا يجيز نشرها، وتحملت الإثم وأنا سأنشرها بنفسي وإن أبى. هذا كله جرنا من باب، وإذا أتبع أحدكم على ملي، ومن المليء علما أبو عبد الرحمن طارق السبيعي، هو إمام وراسخ، والتزكية عندي أغلى من عرضي، ولكن ما شهدنا إلا بما علمنا وما كنا للغيب حافظين. أسأل الله أن يحفظ هذا الرجل الراسخ الذي هو في دنيا الناس أقل من القليل، وأسأل الله له الثبات. وقد قلت له إني أتقرب إلى الله بالتزكية، أنصح إخواني أن يرجعوا يأخذوا المادة من الوردة ويستفيدوا منها، فإن فيها من العلم ما يعني يذهل عقول كثير من الناس، بل إني أقسم بالله أقدمه على نفسي. أسأل الله أن يبارك فيه. ومع كل ذلك كان يحضر حين يحضر درس بعض الناس ومعه كراسته ويجلس على الأرض. فسبحان من وفق لهذه الأمة أمثال هذا الرجل. الله المستعان، الله المستعان. إذن فالمليء هو الممتلئ من المال. ولذلك في كتب الجرح والتعديل يوثقون بعض الرواة كان مليا، يعني مليئا من الايه؟ من العلم، مثل طارق السبيعي. فاشترط الفقهاء، طبعا انتم تعجبون لماذا اذنب؟ لانه لا يسمح بنشر علمه ولا يجيز نشر علمه قط، وهذا من العجيب العجاب. Mm-hmm.